أرحب الآن بضيفي الكريم من رام الله الفلسطينية الأستاذ عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية. مرحبا بك سيدي الكريم. لا حماس مفهوم، لكن لا سلطة في غزة، كيف؟ كيف هو هذا ما تريد إسرائيل حتى اللحظة الراهنة التي نعيشها؟ لأن تقاريركم التي أوردتموها قبل قليل تقول أن هناك تباينات واختلافات في وجهات النظر وتناقضات بين المستويين السياسي والعسكري، وكذلك في الاجتهادات المختلفة حول وضع القطاع في اليوم التالي للحرب. حتى اليوم الراهن الذي تدور فيه المعارك هناك اختلافات وتباينات حول الصفقة، حول صفقة التبادل، وهناك اجتهادات مختلفة، وهناك تباين مع رئيس الوزراء الذي يقود حسب كل المصادر الإسرائيلية يقود المفاوضات بنفسه، وكل يوم يخرج برؤية وبشرط جديد لتعطيل مسار عملية التفاوض. وبالتالي المشكلة الآن والكرة في المرمى الإسرائيلي أولا وثانيا وعاشرا، والولايات المتحدة الأمريكية من خلفه، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرارا بإلزام حكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب فورا، استنادا إلى قرار مجلس الأمن 27-35 حتى تنتهي هذه الدوامة الخطيرة التي تستمر لليوم 280 من حرب الإبادة الجماعية. صحيح أستاذ عمر، لكن السؤال يظل قائما، لماذا يكره هذا الرجل السلطة إلى هذه الدرجة؟ السلطة كما نعرف جميعا ما تزال متشبثة بحمل غصن الزيتون يا أستاذ عمر، لماذا يكرهونها إذن؟ لأنه لا يريد أي كيانية فلسطينية، لأنه يريد أن يكمل مشوار حرب الإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني، لأنه لا يريد أن يرى لا منظمة تحرير ولا سلطة فلسطينية ولا أي قوة فلسطينية. هو يريد أن يكون هو سيد الموقف على كامل فلسطين التاريخية من النهر. ألا تتفق معي أن هذا ذروة الغباء السياسي؟ أنت وأنا هنا أتحدث بمنطق حتى اليمين الإسرائيلي، أنت تفتت عدوك وتحوله إلى قنبلة عنقودية، هذا غباء يا سيدي. أوكي، هذا غباء لأنه لم يتعلم درس التاريخ. هو يعلم أن الشعب العربي الفلسطيني منذ 1920 وهو يناضل من أجل الدفاع عن حقوقه وعن ثوابته وعن حقوقه الوطنية السياسية والقانونية، ومع ذلك هذا لم يستخلص أي عبرة وأي درس، بل هو مسكون بضرورة تنفيذ والوصول إلى الشعار الصهيوني الناظم الأساس الذي يقول أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، حتى يؤكد روايته المزورة والكاذبة. الشعب الفلسطيني ده إيه يا أستاذ عمر؟ الشعب العربي الفلسطيني ده شيء غريب جدا، شيء غريب. ما يزالون يديرون ظهورهم للأمر الواقع بعد 80 سنة يا أستاذ عمر؟ هم لا يريدون أن يروا هذا الشعب، ولهذا الأمر هم يعملون بكل الوسائل. وفي هذه المرحلة منذ الشهور العشرة الماضية وهم يستخدمون أبشع وسائل الدمار والموت والقتل وحرب الإبادة بأشكالها المختلفة. أنت تعلم أنه في غزة وفي عموم الضفة الفلسطينية بدءا من القدس العاصمة ومرورا بكل محافظات الشمال يعمل بنيامين نتنياهو والصهيونية الدينية وكل أقطاب الحكومة الإسرائيلية حكومة حرب الإبادة على تهجير الشعب العربي الفلسطيني بالقوة من خلال عملية الإبادة والقصف بأسلحة الدمار الشامل وحرب التجويع وحرب الأمراض وحرب الأوبئة وحرب التطهير العرقي بشكل كامل،
والتأكيد للشعب العربي الفلسطيني أن هذه الأرض ليست صالحة للسكن ولا للبقاء، وعليهم الرحيل عن أرض وطنهم. ولكن كل يوم الشعب العربي الفلسطيني في كافة المحافظات وتحديدا في محافظات غزة التي دفعت حتى اليوم ما يزيد على 38 ألف شهيد و 89 ألف جريح و 10 ألاف أو ما يزيد عنهم مفقود، فضلا عن عمليات التدمير الهائل والشامل والغير مسبوقة في تاريخ الحروب الإنسانية. بالتالي هذا الشعب متمسك بتراب الوطني، صحيح، ولم يغادر أرضه ولن يغادر أرضه رغم كل حالات الموت وكل صنوفه وكل الإجراءات الإجرامية التي ترتكبها حكومة إسرائيل. يا أستاذ عمر، أنتم أساتذتنا في الصمود يا سيدي الكريم.